بس هو ده السوق دمرها. فلوج النهاردة هنلعب تمرين الظهر باسلوب دمرها. عايز اوريكم برده المكملات اللي انا هستخدمها النهارده. هنستخدم البروتين بتاع سيبوم، هنستخدم الكرياتين بتاع جي ان اكس. انتوا عارفين لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه رسميه مع اي شركه خالص، فبنستخدم كل المكملات وعادي لو ما فيش عقد جه، بس انا اتوقع ان شاء الله في خلال شهرين، ولكن لو ما فيش عندي مكملات تقعد معايا لحد السنه الجايه. فهيبقى فلوج تمرين النهارده. النهارده هنلعب ظهر وترايسب. الجو حلو قوي النهارده. ناخد العربيه دمرها. لازم تروح تشتري الكتاب، لان بستخدم الاسلوب التمرين ده لحد دلوقتي، سن 38 سنه وشغال جرعه تي ار تي، والجينز لسه شغاله، والكتاب هيوفر لك سنين تعب وتجربه، فانا ورخيص، كتاب رخيص جدا وعامله بالرخص ده عشان الكل يشتريه. كتاب اسلوب دمرها وكتاب الوصفات. وكتاب الوصفات دلوقتي على خصم. انتوا عارفين انا ما كنتش عامل خصم على كتاب الوصفات من اول ما نزلته، ولكن لاول مره لنهايه الصيف عامل خصم عليه. فخشوا في اللينكس اللي تحت واشتروا الكتب دي، او اشتري بروجرام لو عندك الامكانيه انك تصرف $150 يعني. هنسخن اسلوب دمرة، هنسخن بتمرينتين، قصدي هنسخن بمجموعة واحدة طرتين، بعدين هنعمل مجموعة كمان ماكسيمم اعلى وزن ممكن اعمله، وهو ده اسلوب دمرة. تو سيتس دي تو اتنين. Thank you.
25 عدة كده الظهر متسخن. المجموعة التانية هتبقى هي الماكسيمم وهي دي المجموعة اللي انا محتاجة عشان ابني بيها ظهر. بس دي هتبقى المجموعة الرئيسية بالوزن 4 طرات. وان ست ماكسيمم. لسه كده الماكسيمم. وده اسلوب ديتو. طيب هنخش دلوقتي على روز. يعني التركية هنا بقى في دي 2 ان انا هخش باتقل وزن عادة انا بستخدمه. لو لقيت نفسي بعمل اكتر من 10 عدات يبقى هزود الوزن واعمل مجموعة تانية. لو لقيت نفسي مش قادر اطلع عن 12 يبقى هقف عند الست دي وخلاص تبقى مجموعة واحدة بس. عملت 12 ممكن ازود واحده كمان بس مش هزود الوزن قوي لان حاسس ان ظهري مش ستيبل جدا. فهزود يمكن مثلا 10 باوند كتير. عملت مجموعه ثانيه بس عملت عدات اقل لان مش عايز اتصاب بس في نفس الوقت حسيت ان انا ممكن اعمل مجموعه كمان. وهي دي فكره الكتاب. طبعا هيكون فيه تفاصيل اكتر بقول لك امتى تزود في الوزن امتى ما تزودش الوزن وامتى تكون تحسب عدد العدات الصحيحة او كمان حتى عدد المجاميع اللي انت تعملها على حسب الباور بتاعك وقدرتك في اول مجموعة دي نفسها. طبعا الكتاب فيه تفاصيل اكتر بس المرة دي عشان حاسس ان انا ممكن اصاب فما عملتش اكتر من 8 عدات بنفس الوزن. طبعا الكتاب برضو بشرح لك فيه ازاي تفادي اصابات. هنعمل تمرينة جديدة. فالتمرينة دي عشان الموشن بتاعها مختلف الحركة بتاعتها مختلفة فيمكن نعمل 3 مجاميع على حسب. بس احنا برضه هنبتدي ايه تقيل وسط. تقريبا مجموعة كمان لان الباور بتاعي نازل. هنستخدم برضو دي 2 في المجموعة دي. اقصى وزن ممكن اعمله واكتر عدد عدات.
كده ممكن نخش على الترجمة اللي بعدين. هنعمل دلوقتي لات بول داونز بس بالكلوز جريب بار. هنعمل المره دي ثلاث مجاميع لان حركه مختلفه تماما عن الحركات اللي كنا بنعملها. فبنعمل اول مجموعه تسخين وبعدين اثنين تدمير للعضله نفسها في الحركه دي بالذات. كده دي تالت مجموعة. خلصنا التمرين دي غير التمرين هنعمل لات بول داونز واسع قبل ما نخش على رول باك. كده خلصنا ضهر اقل من 45 دقيقة. اخر تمرين قبل ما نخش لور باك هنعمل هنا مجموعتين. عملت اوريدي مجموعة، دي مجموعة تقيلة مش محتاجين غير كده. Push lower back. خلصنا التمرين الظهر، نرجع البيت ناكل فلوج تمرين، فمش خروج ولا حاجه. فتابعوا بقى بقيه الحلقه. حضرتك بقى ليه لازم تشتري كتاب دمار. نعمل ايه؟ وصلنا البيت، هناكل دلوقتي. وجبتنا النهارده هتبقى مختلفة، بهزر معاكم.
هتبقى هي نفس الوجبة اللي احنا بناكلها دايما بعد التمرين. عندنا رز انكل بنز، هكمل بقية اللي في الكيس، شوية عيش، شوية فراخ، والبيزك يعني. طبعا ممكن الوجبة تبقى احلى بكتير لو انت ماشي على كتاب الوصفات. فيديو النهاردة قلت اعمل لكم تغيير شوية، ساعات فيديو تحديث عن لعبة كمال اجسام، ساعات هرمونات، ساعات فلوجات خروجات، بس النهاردة فلوج تمرين، اسلوب تمرين دمرها للظهر. واتمنى الحلقة عجبتكم يا جماعة، بليز اعملوا سبسكرايب للقناة، لكتاب دمرها اللينك تحت في محتوى الفيديو، لكتاب الوصفات 100 100. ممكن انت تعمل الدايت من نفسك من غير مدرب من الكتاب ده. ويا جماعة البرامج المخصصة اللينك برضو سايبه لكم تحت، ونشوفكم بكرة ان شاء الله في الحلقة الجاية.